برحب فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من بزنس مان، المجلة الاقتصادية اللي بنقدم لكم إياها كل أحد مع باقة من الأرقام والأخبار الاقتصادية. ببزنس مان لهذه الحلقة رح نتابع عدة مواضيع اقتصادية من الاستثمارات والمصارف والسياحة في لبنان، مرورا بأبرز القضايا وهي قضية تكاليف مواجهة أزمة النزوح السوري وللعالم الاقتصاد الخليجي أيضا والتركي وتأثير انتقال السلطة في مصر على الاقتصاد، وصولا إلى أخبار الشركات العالمية. وفي العناوين: مواجهة أزمة النازحين السوريين في لبنان تحتاج إلى 1,700,000,000 دولار حتى نهاية العام. السعودية الأولى عربيا وشرق أوسطيا في الناتج المحلي، تليها الإمارات. مصر تراجع في الاقتصاد والسياحة خصوصا وأزمة بطالة. وأيضا فرصة نمو لنوكيا عبر استحواذها على نوكيا سيمنز نتوركس. بداية حلقتنا مثل العادة من لبنان ومع خبر خاص بقطاع الاستثمارات وحركة الرسامين يلي مثل ما رح نشوف بالأرقام عم تتراجع من دون توقف بظل الأوضاع السيئة بسوريا وعدم الاستقرار السياسي بلبنان من فترة طويلة. بنروح لعند باسل لمزيد من التفاصيل. مشاهدينا، أصدر معهد التمويل الدولي تقريره الأخير حول تدفق الرسامين للأسواق الناشئة، ويلي بيعرض من خلاله حجم وحركة دخول وخروج الرسميل من وإلى مختلف الدول الناشئة حول العالم خلال سنة 2011 و2012 مع توقعات للعامين 2013 و2014. وبالتفاصيل، كشف التقرير أنه صافي حجم الرسميل الخاصة الوافدة للدول الناشئة ارتفع من 1146 مليار دولار خلال سنة 2011 ل 1181 مليار دولار ب 2012. بالمقابل بتوقع التقرير انه تتراجع تدفقات ل 1145 مليار دولار ب 2013 ومن بعدها ل 1112 مليار دولار ب 2014 نتيجة تراجع النمو الاقتصادي بهالدول. اما بالنسبة لمنطقة افريقيا والشرق الاوسط، فزاد صافي حجم الرسامين الخاصة الوافدة إليها إلى 73 مليار دولار مع نهاية سنة 2012 مقابل 68 مليار دولار بسنة 2011، مع توقعات أنه ترتفع هالرساميل ل 82 مليار دولار ب 2013 ومن ثم ل 84 مليار دولار بسنة 2014. كما هناك توقعات بانخفاض صافي حجم الرسامين الخاصة الوافدة للبنان لحوالي 1.6 مليار دولار ب 2013، وهو مستوى متدني مقارنة مع 12 مليار دولار اللي استطاع انه يجذبها لبنان ب 2009. من أصعب المراحل اللي عم بيعيشها لبنان اليوم بالإضافة لوضعه السياسي الداخلي هي تداعيات حرب سوريا ونزوح أكثر من مليون سوري إلى المناطق اللبنانية. فما هي تداعيات هذا النزوح؟ ما هو العدد المسجل رسميا للنازحين؟ ماذا يعملون؟ ما لهم وما عليهم؟ وما هي وسائل الدعم اللي عم تتقدم لهم؟ للإجابة على هالموضوع استضفنا السيد رمزي نعمان، وهو مشرف هيئة المتابعة لشؤون النازحين السوريين بمجلس الوزراء، وكان لنا معه هالحديث. الأسر السورية أتت واستضافت عند أسر لبنانية بمناطق لبنانية تميزت بفقرة وبحربانة، واللبناني من المنطق الإنساني استضاف الأخ السوري وتقاسم معه القليل مما يملك. بس الحقيقة هالوضع كان على أساس أنه أبو جمعة جمعتين وتعود السوري، الأخوة السوريين يعودون إلى مناطقهم ولقراهم، ولكن هذا الوضع تطور. يعني بهالسنة ونص اللي استمر فيها تدفق الأخوة النازحين، لو وصلنا لسنة 2012 بتشرين بدايتها الحقيقة، كانوا الأخوة السوريين عم يدخلوا عم يستفيدوا من إمكانية الدولة اللبنانية، إن كان على مستوى الاستشفاء عم يدخلوا على مستشفيات الحكومة، إن كانوا عم يدخلوا على المدارس الرسمية فتسجلوا في المدارس الرسمية، استفادوا من خدمات المراكز الاجتماعية، فإذا استفادوا بالواقع الحالي من الخدمات الموجودة للحكومة اللبنانية على الأرض، بالإضافة إلى الأنشطة التي قامت بها المنظمات الدولية، كانت أمم متحدة أو جمعيات دولية أخرى قدمت هذه المساعدة. هلأ طبعا الدولة عمليا بخطة رسمية كانت غائبة حينها، بس هذا الشيء كان له انعكاسات لأنه التدخلات والمساعدات اللي حصلت بكل أسف لم تكن منظمة، صفة المبادرات تؤخذ بشكل إفرادي، ما كان في هيكلية لتنظيم هذه المساعدة. نحن الآن بعد مؤتمر الكويت بدأنا مرحلة أخرى، يعني انتظرنا التمويل، هذا التمويل الذي لم يأتي، الأعداد ازدادت، وضعنا خطة أخرى أيضا في حزيران لأنه منظمات الأمم المتحدة عم توجه كانت نداء يتزامن بشكل دوري حول سوريا، كنا نحن صرنا بالنداء الخامس
وهون كان إصرارنا أنه هذا النداء يوجه مشتركا مع الدولة اللبنانية، فعملنا مع منظمات أمم المتحدة على وضع خطة مشتركة. طبعا عندما تضع خطة عليك أن تضع توقعاتك للأعداد التي سنصل إليها، كما كانت خطتنا الأولى أخذت بعين الاعتبار توقعات 200,000 إنسان. الخطة الحالية تأخذ بعين الاعتبار أنه بنهاية هذا العام قد نصل إلى حدود 1,000,000 نازح سوري مسجل. نتكلم عن 1,000,000 مسجل، يعني عم تحكي بالإجمال عن ما يقارب 2,000,000 إنسان، بما في ذلك غير مسجل أو غير راغب بالتسجيل، بما في ذلك العمال الموجودين في لبنان. وفي الأيام العادية عندنا تقريبا ما يقارب 250,000 عامل سوري موجود في لبنان، بالإضافة لبعض الإخوة السوريين المقتدرين الذين ارتأوا أن يدخلوا إلى لبنان ويقيموا فيه. يعني عم تحكي أنت بالدخول الإجمالي عن عدد هائل جدا يناهز تقريبا حوالي 40-50% من الشعب اللبناني. كتير مهم نشير أنه نحن تكلمنا عن أعداد الإخوة السوريين، بس بالآخر الإخوة السوريين دخلوا إلى لبنان، وقلت لك هلأ ينتشرون بأكثر من 1450 منطقة وبلدية. يعني أنت بتقدر تتخيل هذا شو تأثيره على المواطن اللبناني، وهذا الشيء خلينا نوصل لمكان هلأ بسبب تفاقم الوضع بالنسبة للنازحين، وبسبب أيضا ازدياد الضغط على المجتمعات اللبنانية. نحن عم نحكي عن مجموعة من الشعب اللبناني اللي كمان عم بتعاني من الأساس من واقع اجتماعي صعب، من واقع فقر وواقع اقتصادي صعب، كمان جاءت الأزمة السورية لتشكل ضغط أكبر عليها. من هون الخطة اللي عم نتكلم عليها من هلأ لآخر السنة ليس فقط تلحظ 1,000,000 نازح سوري مسجل، إنما تلحظ أيضا استهداف 1.2 مليون لبناني تأثر من قريب أو من بعيد بالأزمة وهو يعاني من واقع شبيه بواقع الإخوة السوريين. بالخطة التي وضعتها الحكومة اللبنانية والمنظمات الدولية وأطلقت في القصر الحكومي مع دولة الرئيس ميقاتي والمفوض السامي لشؤون اللاجئين غوتيريس، نتكلم عن 1.7 مليار دولار أمريكي لحديت نهاية العام. خصص للدولة اللبنانية فيها وفق احتياجات الوزارات المتعددة 450 مليون دولار، والباقي يتقسم إلى منظمات الأمم المتحدة وإلى المنظمات الدولية بحسب المشاريع التي حددتها. أكيد إذا تابعتوا حلقاتنا السابقة من بزنس ماج رح تشوفوا إنه خبرنا التاني بيشبه قصص نجاح كتير لعدة امتيازات لبنانية سبق وحكينا عنها، مثل فلافل أراغس، جاست فلافل وغيرها. والجدير بالذكر إنه إحدى أسباب التوسع الرئيسية بتعود لتأثير الاضطرابات القائمة بسوريا على السوق المحلي. منروح لعندك عبير لحتى نشوف التوسع ضمن خطة مين هالمرة. باسل، عم تستعد سلسلة مطاعم كاسبر اند جامبينيز للتوسع بالسعودية للمرة الأولى بافتتاحها فرع بمدينة جدة بتموز الحالي. كذلك الأمر عم بتخطط السلسلة لافتتاح 5 فروع موزعة على البحرين، مصر وقطر والعراق والسودان من خلال رخص فرانشايز لغاية العام 2014. وبيقول روي مارون مدير تطوير الأعمال بأند فنتشرز، الشركة اللي بتملك كاسبر اند جامبينيز وإيطاليان وتراتور وسيلفر وفلافل أمور وفروم ذا تري، إنهم عم يتفاوضوا على فتح فروع جديدة بباقي بلدان المنطقة مثل عمان والإمارات وبأسواق أخرى مثل أنغولا، جورجيا والولايات المتحدة الأمريكية. وبيتواجد كاسبر اند جامبينيز اللي بيدير 6 فروع بلبنان والكويت ومصر وقطر والأردن، وبيتم تقدير موازنة الخطة التوسعية بحوالي 9.5 مليار دولار. وبيكشف مارون أنه أند فنتشرز عم بتخطط خلال 12 شهر المقبل لزيادة عدد مطاعم أخرى من 10 فروع من فلافل أند مور بالسعودية و3 فروع بلبنان، من وراها راح يتوسعوا بمطاعم إيطاليان وفروم ذا تري. معظم الناس صار معهم بطاقات مصرفية، والبعض منهم صار معهم عدة بطاقات مصرفية وائتمانية تستخدم مثل ما بتعرفوا حتى ما نحمل كاش بجيبتنا، أو إذا سافرنا كمان، وإذا بدنا نجمع نقاط نستبدلهم بهدايا أو بطاقات سفر أو غيرهم. هالنوع من البطاقات شهد نمو سريع بالسنوات الأخيرة خصوصا بلبنان، حيث المصارف عم بتواكب التطور. شو عدد البطاقات بلبنان؟ ماذا عن برامج الولاء؟ وماذا عن عامل السيكوريتي أو الأمان والحماية من الاختراق؟ لنسلط الضوء على هالموضوع زرنا مديرة الصرف الإلكترونية بالبنك اللبناني الفرنسي ميرنا وهبي وتحدثنا معها. نسمع سوا. السوق اللبنانية حسب مصرف لبنان في لحديث اليوم 1,900,000 بطاقة، هو عدد كتير مهم لسوق مثل لبنان، وأكيد النمو زاد بهالسنين بهالخمس سنين، يعني زاد بحوالي 20%. الجزء المهم من هالبطاقات هو البطاقات الائتمان كريدت كارد
واللي هن فوق 600 ألف، يعني 33% بشكله من السلة، إذا بدك سلة البطاقات بلبنان، هو كتير مهم. حسب آخر إحصاء لعرب نت بدبي مؤخرا، إنه زاد معدل عمليات التجارة الإلكترونية 190% خلال السنتين 2012 و2013، هو يعني رقم جد كتير مهم. ومعدل العملية على الانترنت، العملية الشرائية اللي صارت على الانترنت هو 112 دولار، وكمان رقم كتير مهم. وهيدا هلأ التجارة الإلكترونية اللي عم تنمى وتنمى وتنمى وتزيد أكتر وأكتر. أكيد عمليات الاحتيال والقرصنة كتير كبيرة، أرقام ما في أرقام، ما عنا تصريحات دقيقة عن هدول الأرقام، بس بحب أقولك إنه البطاقات بتضل هي وسيلة الدفع الأكثر أمين. والبنك اللبناني الفرنسي بيعتمد عدة وسائل وأحدث التكنولوجيا للحفاظ في مجال أمان البطاقات المصرفية. برامج الولاء كتير مهمة، لأنه أول شيء بتحمس وبتحفز صاحب البطاقة ليستعملها، ولا يستعملها محل وسائل تانية للدفع مثل النقد الكاش أو الشيك. هيك بنكون ساعدنا تنحول اقتصادنا الوطني من اقتصاد نقدي لاقتصاد إلكتروني، وهذا شيء كتير مهم. هيدي أول شغلة. تاني شغلة كمان كتير مهمة للبنك، لأنه مثل ما اسمه ولاء، هيك بصير صاحب البطاقة عنده ولاء للبنك. قد ما يكون هالبرنامج مهم لإله، هيك بتكون هالبطاقة هي البطاقة الأولى بمحفظته ليستعملها. هلأ منافع الشراكة مع شركة عالمية مثل Air France-KLM إنه في عندهم شركاء كتير، يعني في أكثر من 100 شريك. بنرحب فيكم من جديد. خبرنا الأول بالفقرة الإقليمية، خاصة بأكثر الدول العربية نجاحاً. مشاهدينا، أكيد عم نحكي عن المملكة العربية السعودية وعن دولة الإمارات العربية المتحدة. فبحسب أحدث التقارير والإحصاءات الرسمية الصادرة مؤخراً عن إدارة مؤسسة أوبنهايمر العالمية لإدارة الأصول، احتلت المملكة العربية السعودية المركز 20 عالمياً والمركز الأول خليجياً وعربياً بقائمة أكبر الدول من حيث الناتج المحلي الإجمالي، وذلك ضمن دراسة شملت أكبر 40 اقتصاد على مستوى العالم. وبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية وفقا لتقرير مؤسسة أوبنهايمر العالمية لإدارة الأصول حوالي 1 تريليون دولار أمريكي، احتلت فيها المملكة العربية السعودية المركز رقم 1 من بين دول مجلس التعاون الخليجي، والمركز رقم 1 عربيا وشمال أفريقيا كمان. واحتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الثاني من بين كافة الدول العربية والمرتبة 28 على مستوى العالم، وبلغ رصيد الإمارات من الناتج المحلي الإجمالي 700 مليار دولار أمريكي. نوصل لفقرة ليفنت ان فوكس يلي بتم إعدادها بالتعاون مع ماد سيكوريتيز. هالأسبوع رح منركز على خبرين، واحد عن مصر والتاني عن تركيا. البداية من مصر يلي كانت على مدى الأيام الماضية الخبر الأول عالميا مع عزل الرئيس محمد مرسي. طبعا تناولت وسائل الإعلام الخبر المصري من كل جوانبه السياسية، ولكن بيبقى الجانب الاقتصادي واحد من العناصر يلي أدت لتزايد النقمة والاحتجاجات على الرئيس مرسي، حتى بالنسبة للمصريين يلي صوتوا للإخوان المسلمين بالانتخابات. عبير، مثل ما ذكرت بالإضافة للأسباب السياسية اللي أدت لقيام التمرد على الرئيس مرسي، هناك بالأساس فشل الرئيس المصري والحكومة المصرية بإدارة الاقتصاد والحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية أو حتى إرسال إشارات مشجعة. ومع عزل الرئيس مرسي بتبقى المؤشرات الاقتصادية بمصر سلبية جدا، والوضع صعب للسلطة المقبلة أيضا.
البطالة بمصر بلغت 13.2%، وهناك أكثر من مليون مصري فقدوا وظائفهم من بداية 2010، ومن بينهم 80% تحت سن ال 30، واثنين من أصل خمس مصريين بيعيشوا مع أقل من دولارين باليوم. وبحسب إدوارد كافلين من مركز بزنس مونيتور انترناشونال بلندن، المشاكل الاقتصادية هي بأساس الاحتجاجات على مرسي. وبيقول كافلين أنه مصر ما فيها تستمر على هالحالة وقت طويل، وهيك اضطر الجيش انه يتدخل لوضع خارطة الطريق بتأمن الاستقرار الاقتصادي والأمني. ولتذكير فقط، منشير الى انه الاحتياطي المصري من العملات الأجنبية تراجع بنسبة 60% ووصل ل 15 مليار و 200 مليون دولار، وهو رقم مخيف بالنسبة لدولة بحجم مصر. اما السياحة يلي بتشكل 10% من الاقتصاد المصري فهي بحالة شبه معدومة مع استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي. مجمل الاقتصاديين بيتوقعوا انه يزداد الانهيار الاقتصادي اذا ما استمر الخلاف السياسي بمصر، واليوم الكل داخل مصر وخارجها عم بيراقب كيف رح يتمكن الجيش من وضع خارطة الطريق لوقف النزيف الاقتصادي باسرع وقت. بالأسابيع الماضية كنا عم نتابع بشكل مستمر تقلبات الأسواق المالية بتركيا على وقع التظاهرات والتشنجات السياسية، واليوم مع انحسار الأزمة بالشارع منضوي على المؤشرات الاقتصادية وأبرزها حركة الصادرات التركية. أرقام الصادرات التركية للنصف الأول من العام الحالي بتعزز موقف الحكومة بالجدل السياسي، وبتأكد مرة جديدة أنه أهم إنجازات الحكومة هي تحديداً النمو الاقتصادي. بحسب جمعية المصدرين الأتراك، بلغت الصادرات التركية للأشهر الستة الأولى من السنة الحالية 74 مليار و 600 مليون دولار، بزيادة 2.5% عن الفترة نفسها من العام الماضي. الأهم بهالأرقام أنه الزيادة بالصادرات التركية عم تجي بوقت أبرز الشركاء التجاريين لتركيا بأوروبا عم بيعانوا تراجع بالاقتصاد، وبالتالي تراجع الطلب على البضائع المستوردة. هون بتبين نتائج السياسة التركية يلي كانت عم تسعى بالسنوات الماضية للتنويع وزيادة وجهات التصدير. تركيا اليوم بتصدر ل 241 دولة، وبتتوقع أنه تصدر لدولتين جديد قريبا جدا. عبير بالإضافة للأرقام الممتازة يلي بلغت أكثر من 74 مليار دولار بالست أشهر الماضية فقط، منكتشف أنه تفاصيل الصادرات التركية بتشكل أيضا نقلة نوعية للاقتصاد والشركات التركية. فالمنتجات التركية الأكثر مبيعا في الأسواق الخارجية هي منتجات صناعية، وبلغت قيمتها 58 مليار و 750 مليون دولار بالأشهر الستة اللي مضت، بوقت بلغت الصادرات الزراعية التركية بالفترة ذاتها 10 مليار دولار أمريكي. على الصعيد الاقتصادي سجلت تركيا نمو بنسبة 3% للفصل الأول من السنة، وهيك بيكون الاقتصاد التركي عم بيحقق نمو مستمر ل 14 فصل متتالي. ما بعرف كتير دول بالعالم حققت نتائج مماثلة لفترة 14 فصل على التوالي. عبير، بيكفي ننظر لنسب النمو المتدنية أو حتى السلبية بدول أوروبا لنعرف أن النمو التركي فعلا إنجاز مهم، وبتتوقع الحكومة أنه يسجل الاقتصاد نمو بنسبة 4% بنهاية السنة الحالية. وخلال تعليقه على أرقام الصادرات، ذكر وزير الاقتصاد التركي أنه 20% من أصل 27 دولة بالاتحاد الأوروبي شهدت تراجع بالاستيراد، وأنه إجمالي الاستيراد بالاتحاد الأوروبي تراجع 5.5% منذ بداية العام الحالي. إذن أوروبا الشريك الأول التجاري لتركيا عم بتعاني من تراجع اقتصادي، ولكن شو الوضع بالنسبة للدول الأخرى يلي بتشكل أسواق للصادرات التركية؟ بالنسبة للأسواق الأخرى، قال وزير الاقتصاد التركي أنه تركيا بتصدر أكثر من ربع المنتجات إلى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يلي عم تشهد اضطرابات سياسية وأمنية. يعني بالخلاصة باسل، هالارتفاع بالصادرات التركية بيش بشكل إنجاز بوقت أوروبا غرقانة بأزمة اقتصادية والشرق الأوسط غرقان بالثورات والاضطرابات الأمنية.
نوصل لفقرتنا الأخيرة مع الأخبار العالمية، تحديدا مع قطاع الاتصالات، حيث أعلنت شركة نوكيا الفنلندية لصناعة الهواتف المحمولة إصرارها على شراء حصة شركتها الألمانية سيمنز بمشروع المشترك نوكيا سيمنز نتوركس لمعدات الشبكات مقابل 1.7 مليار يورو. الشركتين أسسوا نوكيا سيمنز نتوركس ب 2007 لإنتاج معدات شبكات الهاتف المحمول والهاتف الأرضي، وبتتقاسم الشركتين ملكية الشركة المذكورة بالتساوي، ووافق مجلس إدارة الشركتين على الصفقة المنتظر إتمامها خلال الربع الثالث من السنة الحالية بعد موافقة السلطات المعنية. وذكرت نوكيا أن الصفقة رح تجعل شركة نوكيا سيمنز نتوركس فرع ملك لها بالكامل، حيث بتعتزم الإبقاء على إدارتها، كما رح يضل مقر رئاسة الشركة بمدينة إسبو بفنلندا، ورح تحافظ على وجودها الإقليمي القوي بألمانيا بما في ذلك مدينة ميونخ، حيث هناك مقر أساسي لها. وبيقول الرئيس التنفيذي لشركة نوكيا أنه الاتفاق بيمثل فرصة نمو بفضل المكانة الرائدة للشركة المشتركة بسوق تكنولوجيا الاتصالات ونقل البيانات. وذكرت الشركتين أنه رح يتم سداد 1.2 مليار يورو من قيمة الصفقة نقدا، بحين رح يتم سداد 500 مليون يورو الباقية بعد عام من إتمامها. وعانت شركة نوكيا سيمنز نتوركس من الخسائر، وبعام 2011 أطلقت برنامج لخفض الإنفاق، وسجلت خلال الربع الأول من العام الحالي أرباح تشغيل. مشاهدينا، مثل ما كلنا بنعرف أنه مبيعات الأجهزة اللوحية وسمارت فونز عم ترتفع وتيرتها بشكل ملحوظ نظرا لسهولة استعمالها، خفة وزنها وحسناتها الأخرى، وهالارتفاع بيقابله انخفاض بمبيعات الكمبيوترات المكتبية الديسكتوب بطبيعة الحال. بنروح لعند عبير لنشوف شو في بجعبتها من توقعات للدراسات الخاصة بهذا الموضوع. بس توقعت مؤسسة غارتنر للدراسات التسويقية أنه توصل مبيعات أجهزة الكمبيوتر بأنواعها على مستوى العالم خلال عام 2013 ل 2.35 مليار جهاز، بفضل ارتفاع مبيعات الكمبيوترات اللوحية والهواتف الذكية اللي عوض الانخفاض بحجم مبيعات الكمبيوترات المكتبية. وتوقعت المؤسسة المختصة بالدراسات التسويقية أنه يوصل حجم الزيادة بالمبيعات هالعام ل 5.9% مقارنة بالعام الماضي، على أنه ترتفع النسبة بعام 2014 ل 6.7%. وأورد موقع تك ريدر البريطاني المختص بشؤون التكنولوجيا مقتطفات من تقرير مؤسسة غارتنر، ذكر فيها أنه مبيعات الكمبيوترات المكتبية على مستوى العالم ما زالت عم تتراجع لتسجل 305 مليون جهاز هالعام، بالوقت يلي بتستمر فيه زيادة مبيعات الكمبيوترات اللوحية بالصعود ل 202 مليون جهاز، بينما بيواصل ارتفاع نسبة مبيعات الهواتف الذكية ل 1.82 مليار جهاز بزيادة نسبتها 4.3%. وذكرت مؤسسة غارتنر أنه من المتوقع أنه تتحسن المبيعات بوقت لاحق هيدا السنة مع طرح أجهزة كمبيوتر بتشتغل بنظام تشغيل ويندوز 8.1 الجديد من مايكروسوفت. هيدا كان كل شيء بحلقة بزنس مانج، بنشوفكم الحلقة الجاية، وبهال كمان بنقول لكم رمضان كريم، لأن احنا رح نشوفكم بعد رمضان إذا الله راد. ما تنسوا إذن بزنس ماج كل أحد 11 مساء والإعادة التنين الساعة 2، أرقام عن أرقام تفرق بزنس ماج، كل الأرقام الأساسية. نشوفكم بعد شهر رمضان المبارك، ورمضان كريم.